عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور المتخذين عليها المساجد والسرج. قال والسرج، السرج مفرد سراج، وهذا على ما كان معهودا في عصره عليه الصلاة والسلام من وجود السرج، ومن باب أولى ما يكون في هذا العصر من هذه الأنوار المتطورة. ونهي الشرع عن وضع السرج على القبور لأن هذه السرج إذا وضعت في القبور ظن أن لهؤلاء المقبورين منزلة ومكانة، وبالتالي تكون وسيلة من وسائل الشرك بالله عز وجل.